السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم دايما عامر. لما بيبقى جايلك ضيف غالي أو عزيز عليك بتبقى متوتر، عايز تكرمه، عايز تعمله المحمر والمشمر وتضيفه كده كما يستحق. طيب من غلاوته طبعا عندك عايز تجيب له حتة من السماء، بتستعد تنظف البيت، تعطره وتبخره، كل ده ليه؟ كل ده عشان الضيف العزيز. ومفيش ضيف أعز من رمضان، بجد شهر الخير والبركة. هل يا ترى بدأت تستعد وتنظف قلبك وتعطر لسانك وتجهز نفسك لأغلى ضيف ولا لسه؟ تعالوا كده مع بعض نشوف ايه اللي ممكن نعمله مع ضيفتنا الدكتورة دينا أبو الخير، دكتوراه في الدعوة والثقافة الإسلامية. أهلا وسهلا بك. أهلا بيك حبيبي، نورتينا. ده النور أكيد ليا والشرف ليا، ومبارك على البرنامج، ودايما تكوني نافعة في كل مكان بتكوني فيه يا رب العالمين. حبيبة قلبي. أهلا بيك. احنا عايزين نبدا كده كلامنا معاكي ونتكلم. ممكن حد يقول يعني ايه استعد رمضان؟ هو مش رمضان ده لما يجي هنصوم ونصلي ونطلع مثلا الزكاه وخلاص؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. قلتي في الاول ان رمضان ده شهر وضيف عزيز علينا وغالي لازم نستعد ليه، زي ما حضرتك تفضلتي بالظبط. هو فعلا ضيف غالي بيجي لينا كده مره في السنه، الضيف ده بيكون سبب لرفع درجات مغفره ذنوب، سبب للقرب من الله جل وعلا، امور طيبه جدا. هو الاستعداد ليها، حاجة قلتي حاجة حلوة قوي، استعداد القلب ده رائع جدا. لكن مش معناه ان احنا نفرح بالشهر ونعيش كده زي الأطفال كده بذكرياتنا في رمضان في شهورنا كده وإحنا في حالة الصغر، لا، نفرح بيها. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يا أحبة كانوا بيستعدوا وبيفرحوا لهذا الشهر. الفرح ده بقى بكل الأمور، ممكن من أول الزينة اللي إحنا بنزوق بيها الشوارع والميادين وبيوتنا، ممكن بالفوانيس، ممكن بالأمور البسيطة، ممكن بتحضير وتجهيز الطعام بدون طبعا مغالاة وما يكونش فيه إسراف ولا أمور زي دي، كل ده جميل جدا. بس أهم تحضير وأهم استعداد لهذا الشهر الكريم إن أستعد بالروح والقلب والجسد كله بشكل عام، الجوارح كلها تستعد لهذا الشهر الكريم. ما جيش قبلها بيوم وأقول ده بكرة رمضان أنا هبدأ بقى أشوف هصلي، هروح فين، أعمل إيه، القرآن نظامه إيه، لا، ده أنا بستعد قبلها وبهيئ. ودايما بنقول زي ما تعلمنا من السلف وأهل العلم كده إن رجب وشعبان هما شهرين بنستعد بيهم، 10 أيام وهنكون في استقبال هذا الشهر العزيز الكريم، ففكرة أن أنا استعد قبلها ده مهم جدا. طيب هستعد بإيه؟ رب العالمين يقول في آية الصيام موضع سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لو وقفنا مع الآية دي فيها معاني رائعة. أولا تشريف بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا، تشريف رب العالمين بينادي علينا، إحنا العبد الضعيف ينادى علينا من قبل رب العالمين، أكيد هيكون كده أذان صاغية وكل القلب بينتبه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب عليكم في القرآن أتت في 5 مواضع، في الصيام، في الوصية، في القصاص، في القتل 2. كتب عليكم يعني فرض، قبل كده ما كانش فرض الصيام وفرض على المسلمين بشكل عام. طيب كما كتب على الذين من قبلكم معناها ايه؟ معناها ان ده خفوا على نفسكم، الموضوع مش صعب. لما حد بيبعت اسئله كده احنا الصيام شق علينا، طب في رخصه ممكن اخدها علشان افطر بيها لو انا في امتحانات، وابدا يجاوز لنفسه ان هو ما يصومش في الشهر ده، او ما تصومش البنت مثلا في امتحانات، لا، احنا خلي بالكم الامر بسيط وهين جدا. كتب على الذين من قبلنا يعني امر خفيف، خدوا الامر وجاهدوا نفسكم لعلكم تتقون، هي دي الثمرة المترتبة من وراء الصيام، التقوى. التقوى وده طيب. اتفضل. التقوى بقى اللي هي ايه؟ يعني ماشي، حد هيمشي معاكي كده خطوه خطوه. أيوة، طبعا هيمشي معاها خطوه خطوه، وهصوم وهعمل اللي عليا وهستعد وهنضف قلبي واسامح وكذا وكذا وكذا، انا هستفيد ايه؟ نخلينا نقف عند التقوى وهنشوف بقى ثمرات التقوى. تمام. التقوى بالنسبة لي محلها القلب. القلب اللي بدأنا بيه ده يا أحبة هو أساس التقوى، الخلق ده منبعه في القلب. أجعل يعني قلبي لا يوجد فيه إلا الله جل وعلا. مفيش حاجة. هو التقوى كمعنى إيه؟ إن أجعل بيني وبين الذنوب والمعاصي وقاية وحاجز، ده مفهوم التقوى أو ضمن مفاهيم التقوى اللي عرفوها أهل العلم. يعني أخلي الذنوب والمعاصي أنا بعيد عنها تماما. مش هيجي الأمر ده إلا لما يكون قلبي أولا مملوء بحب الله،
مش هقدر ابعد عن الذنب. لو قلت الواحد من هنا لبكرة الذنب ده خطر ويدخل نار، لازم قلبي الأول يستشعر محبة رب العالمين، يكون سبب ان التقوى تكون في القلب. طيب هيأتي التقوى بإيه؟ هو احنا قبل الصيام ما كناش متقين؟ القرآن لما دلنا الآية القرآنية لعلكم تتقون، هو أنا أصلا قبل ما أصوم أو خارج شهر رمضان مش متقية لله؟ أكيد متقية لله، بس يجي رمضان ويجي هذا الشهر يزود يعني نسبة التقوى في القلب وفي الجسد، ويبدأ يظهر ده بقى على الأقوال وعلى الأفعال. وكما أقول دائما على قسمات الوجه، الإنسان المتقي لله بيبان، بيخاف من كل صغيرة وكبيرة، خشة لله، هو مش خايف من أجل ناس أو رياء لا سمح الله، لكن هو ده في المقام الأول لله جل وعلا. تبدأ بقى ثمرات التقوى يعني بقى زي ما بنقول كده، إن الناس تقول عليه لا ده الراجل ده فعلا بيعرف ربنا، بيعرفه حتى في التعاملات بتاعته مع الناس، مش بس منظر يعني. وخاصة المعاملات المادية دي أكتر حاجة يا أحبة، وأنتم أعلم بده، دي اللي بتكشف أي حد. إحنا طول ما إحنا بعيد عن المادة سمحين ورائعين ومفيش حد زينا، نبدأ ندخل في المادة خلاص بيبان بقى سلوك الإنسان وأخلاقه والفحش القول لو هو تعامل بشكل شديد. فطبعا ده أمر يعني يا رب عافينا وإياكم منه، ويكون رمضان ده فرصة للتغيير كما أقول دائما يعني. احنا بس معانا تليفون ممكن ناخده. نصر اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم، ازيك يا دعاء؟ عليكم السلام يا حبيبتي، اهلا انا متابعاكي من زمان، والبرنامج بتاعك جميل جدا والقناه جميله وكل الحاجات اللي انا شفتها جميله جدا لغايه دلوقتي. ربنا حبيبتي يكرمكم يا رب ويجعله في ميزان يا رب حسنات. انا مبسوطه ان عاجبك البرنامج والقناه حبيبه قلبي، نورتيني. كنت عايزه اسال الدكتوره دينا عن ختمه القران في رمضان او في غير رمضان، ان احنا تمام. نبقى مجموعه انا وصحباتي سواء على الاونلاين او في او انا وقرايبي وكده، ان كل واحده مثلا تقرا ربع جزء، فهل هيتحسب لي ختمة ولا هيحسب لي اللي انا قراته بس؟ طيب ماشي حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيب. قولي مثلا لو احنا في اماكن متفرقه وكل واحده هتقرا جزء وتقول انا قرات الجزء بتاعي وتكتب لي ان انا قراته. لا مش فاهمه السؤال. تقسيم أجزاء، ما هي نفس الخدمة برضه، يعني احنا هنبقى في أماكن يعني أنا وقرايبي مثلا في محافظات تانية. أيوة أيوة ما هو نفس، هو ده نفس السؤال ده صح؟ ما هو إيه الفرق بقى؟ نعم؟ إيه السؤال التاني؟ لا ما هو برضه يعني أنت بتكملي السؤال. طيب سواء كنا قاعدين مع بعض أو يعني جنب ماشي سامعين ماشي بعض. واضح يا حبيبة قلبي، ماشي تمام. يا رب تمام، أنا هقفل وأنا بعيد عن التلفزيون، ف يعني ترد عليا بعد ما أقفل. طيب روحي بقى عند التلفزيون وافتحيه واسمعي الإجابة. السائلة الكريمة بتسأل على تقسيم أجزاء القرآن، هي طبعا بتتكلم في رمضان تحديدا، أنا هتكلم بشكل في العموم وهنقول رمضان نعمل إيه في القرآن الكريم. تقسيم الأجزاء أهل العلم تكلموا في هذا، أصل في حد ممكن يقول لك لا ده فيها حرمه باخدش فضل القران. لا، طول ما احنا بنجتمع وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، دليلنا في هذا ان العمل جائز. ايوه، ان انا مثلا انا ولي اصدقاء 30 صديقه سواء بقى في نفس البلد نفس العماره نفس مختلفين عن البلدان بينكم وبين بعض، ما فيش مشكله ابدا ان نوزع الاجزاء على بعض عادي جدا، وتحسب لينا ان احنا اجتهدنا في القران الكريم. لكن تحسب ليا انا الجزء اللي انا قراته بس كاني قرات 30 جزء؟ لا، لكن عمل قرآن وختمة اجتمعنا عليها والثواب إن شاء الله من الكريم يا رب يترد لينا كلنا، ده في خارج رمضان. لكن يعني إن شاء الله كلنا كده اتجمعنا على ختمة خدنا الثواب بتاع إن احنا اتجمعنا على ختمة. مش هنقول للناس خطأ في ده، بس أنا أخد نصيبي أنا في القرآن. سواء كان بنية حاجة معينة، كانت بنية مثلا إن احنا بنبعته لحد مثلا ميت، بنبعته لحد عايش بس مثلا محتاج أو مريض أو عنده شدة أو كذا. هقول برضو عشان برضو الناس ما تتزقش كلامنا، حد ممكن يقول كده يا دعاء هو الختمة دي للميت لا تصل، القرآن لا يصل. طبعا احنا عارفين الأمور دي بتبدأ تظهر في الفترات اللي زي طبعاً. دي القرآن من أهل العلم من أجازة، وخدوا بقى من أهل العلم من أجازة دي أنت تكون معاهم أو مش معاهم، لكن ما تنهاش حد على ده. من أهل العلم من أجاز أن القرآن يصل الميت طبعاً. طب خروج من الخلاف، لو حد قال يصل وحد قال لا يصل، خروج من الخلاف اتعلمنا من أهل العلم أن احنا بعد ما بنقرأ نقول اللهم هب ثواب ما قرأت لفلان، فالدعاء يصل الميت لا محالة، فلا خلاف في هذا طبعاً. فكده احنا بنريح جميع الأطراف بكلام العلماء العظام. طيب هي الأخت السائلة خلاص وصل لها أن هي تستمر على العمل ده، ما فيش مشكلة، كل حد بيقسم الأجزاء مهما كان المكان أو البلد أو كده عادي جدا، وإن شاء الله عمل خير. لكن رمضان بقى النصيحة فيه أن كل واحد لازم يكون ليه ختمة
بتاعته لوحده. سيبوا العمل ده جانبي، حطوه ماشي، خدي الجزء بتاعك مع ما تضيعيش انت ختمتك لوحدك. استحاله. اقل ما نقوله في هذا الشهر ان يبقى ليا ختمه واحده كامله للقران الكريم. خدي جنبها بقى ختمه الجماعيه، مفيش مشكله. خدي جنبها ختمه تانية برضو جماعيه، برضو عادي، لكن ليكي ختمه كامله بحروف القران كلها اللي بتصل، العلماء كده قالوا تقريبا على وجه التقريب 300,000 حرف. والحرف بحسنه، والحسنه بعشر امثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويضاعف لمن يشاء. يعني احنا بنتكلم يا جماعه في 3 مليون حسنه. الله. مين اللي بيستغني عن ده؟ ما يستبوش خالص. فتقسيم الجزء ونسهله للجميع، لان في ناس ممكن تكون اول مره بتقرا القران وهتبدا تاخد نيه مثلا معانا النهارده. خدوا كل جزء، اعرفوا انه مش هيزيد عن نص ساعه. اللي مجود للقران وعارف يقراه بسلاسه وتعود عليه ممكن تلت ساعه. 25 دقيقه ده في يومك كله، وعلى مدار 30 يوم هنكون ختمنا القرآن بكل سهولة ويسر. فأمر سهل جدا. وممكن كمان نقسم الجزء ده اللي هو 22 صفحة كده تقريبا، بعد كل صلاة هاخد بعد كل صلاة أقسم دي على الأربع خمس صفحات بعد كل صلاة، مش هياخدوا منا دقايق. فثواب رائع جدا، يا رب كده ما نغفلش عنه ونذكر بيه غيرنا إن شاء الله. صح كده ان شاء الله. طيب احنا بنقول ان احنا بنستعد لرمضان ان احنا ننظف قلبنا، من ضمن تنظيف القلب المسامحه. واحنا طبعا في شهر شعبان ده شهر التسامح. أيوة. بس في ناس بيقولوا لا دي حاجه صعبه عليا قوي ان انا اسامح. دي قتال بيحصل في الشهر ده. احنا بنقول دعوه، واللي عايز ياخد بيها ياخد، اللي مش قادر على فكره انت مش مجبر خالص. دايما بقول ان احنا لما حد بيكون تعرض لاذى من حد، سواء بقى القريب، سواء حد بعيد، زميل عمل، أو أي حد من النواحي اللي احنا بنتقابل بيهم في حياتنا، انت مخير بين ثلاث أمور يا أحبة ومتابعينا ومشاهدينا. مخير المقام الأول ان انت بتقتص لنفسك، ان انت يعني الأمر اللي انت تعرضت ليه ترده زي ما هو، عادي جدا على فكرة، ده حقق المشروع. وبقول ده عشان نشفي غليل كل حد شايف ان مش عارف يسامح. خلاص انت ليك المرتبة الاولى كما قال رب العزة يعني في كتابه، وعلمنا النبي ان انت تقتص لنفسك حاجة مقابل حاجة. تمام جدا. طيب انت عليت ايمانيا وعايز تجرب العلماء ما بيقولوا العفو، فضيلة العفو، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وبدأت تعفو، خلاص اعفو، ما تندمش على اللي فات، ما تقولش انا عفيت بس خساره فيه ان كنت عفيت، ده هو ما يستاهلش. انت بتعفو لله جل وعلا مش للناس. احنا لو بنتعامل مع بعض كاخلاقنا محدش هيتعامل معانا ولا هنتعامل مع حد، لان فينا من الاخطاء الكتيره، لكن رب العالمين بيسترنا بستره الجميل. فانا بالنسبه لي المقام الثاني ان انا اعفو واخذ ثواب العفو في الدنيا وفي الاخره. المقام الثالث او الدرجه الثالثه ان انا ممكن الاذيه اللي انا شفتها، الكلمه اللي شتمت بيها او الضربه اللي انا اصبتني، انا ردتها باكتر منها، اصبحت هنا بقيت انا الظالمه. فاحنا عندنا ثلاث مراحل يا احبه، اختاروا بقى هتختاروا ايه، تقتصوا لنفسكم بس ولا تعفوا وتسامحوا. جزاء العفو لا مثيل له طبعا. جزاء العفو والله بيبقى سلام داخلي لينا ومع الناس كمان، واصلا اللي بيسامح هو اللي بيرتاح. ده اكيد. طيب احنا معانا تليفون. ام مي اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اهلا. اهلا بحضرتك يا استاذه دعاء. اتفضلي يا روحي سؤال. انا بحبك قوي كتير جدا حبيبتي، حبيبه قلبي، والله بحبك حب ما يتوصفش. ربنا يكرمك. بحب حضرتك بس متابعاكي حبيبتي، نورتينا. الله يخليك. لو سمحتي بس اسال الدكتور على سؤال. اتفضلي حبيبتي، اتفضلي. لو سمحتي يا دكتوره بس عندي سؤال. اتفضل. بنتي بس حامل جديد، فالدكتور قال لها يعني ما ينفعش اللي هي يعني تصوم شهر رمضان. تمام. وهي كده يعني عليها ايه يعني تعمله بعديها؟ ماشي يا روح قلبي. تطلع ايه؟ يا رب تقوم بالسلامه. الله يخليك، شكرا يا شفاعي. ماشي يا روح قلبي. بنتها حامل والدكتور قال لها ما تصوميش رمضان ده. لو ده امر فيه ضرر عليكي وهيبقى فيه مشقه ليكي وللجنين، فهي ما فيش مشكله، بتفطر ده وبتخرج عن كل يوم كده اطعام مسكين، وبعد كده افضل ان هي تعوض الشهر ده او الايام اللي صامتها. يعني ممكن تعوض ده كمان بعد الصيام، بعد شهر رمضان تعوض ده، ما فيش مشكله ما دام صحتها كويسه. فطبعا شهر عظيم بنحاول نعوضه بعد كده ان شاء الله لكل مريض. بما ان بقى المكالمه كانت من ام، فاحنا برضو عايزين نقول دور كل ام ايه مع اولادها في شهر رمضان. الام دورها عظيم جدا في الطاعات بشكل عام. يعني انا بشوف دايما الام دي المصنع والاساس والبناء لكل البيت بكل افراده.
حتى الزوج نفسه، وإن كانت القوامة دايما بقول القوامة دي للأسندة للرجل، فهو القادر على أن يقوم البيت كله ويقدر يعينهم على الطاعة وعلى أمور الدين والدنيا. لكن أنا شايفة الواقع اللي احنا فيه من مفهوم واقعنا، لا، الأم بيقع عليها دور كبير مهما كان عندها مشاغل وبتشتغل زي الرجل، لكن دايما التوجيه والنصيحة وحب الدين وزرعه في نفوس أولادها أعتقد بيبقى بنسبة كبيرة لأغلب الأمهات. وطبعا مش للتعميم، يعني احنا الاثنين بنشترك في هذا، لكن مهم قوي ان الام طبعا تحفز اولادها في سن صغيره. كانت الصحابيات الربيع الصحابيه الجليله كانت بتعود، تقول كنا نعود صغارنا على الصيام طبعا. كنا بنعودهم، وكمان ما كانش في شهر رمضان، نحاول نعمل ليهم العرايس كده من الصوف كده يلعبوا بيها يلهيهم عن فتره الصيام عشان يبقوا اقوياء، يبقوا اشداء، يبقوا جهاد نفس. هو الصيام مش مجرد بس امتناع عن الطعام والشراب، الصيام مراحل، الصيام يا أحبة درجات. أولى الدرجات وأبسطها إن أنا بمنع نفسي عن الصيام والشراب، طعام وشراب والشهوات اللي رب العالمين أمرنا إن إحنا نكف عنها. الأعلى منها إيه؟ إن أكف الجوارح دي عن الذنوب والمعاصي. ده مرحلة تانية، مش مجرد ما باكلش وما بشربش، لكن بشتم وبضرب وبهين وأكل مال هذا وكذا، طبعا ده كل ده خطأ، فدي مرحلة تانية. المرحلة الأعلى والأعظم وده بقى اسمه صوم خصوص الخصوص كما تكلم الإمام الغزالي في هذا، صيام القلب، إن القلب نفسه يبقى صايم عن كل الأمور فيما عدا الله جل وعلا وحبي لله وحبه لرسوله. يبقى قلبي كله عامر وقت، بمناسبة بقى يعني الاسم البرنامج الجميل، يبقى دايما القلب ده عامر يا أحبة بالله وبحب الله وبالنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فده أساس يعني. يعني إحنا مش بنصوم بس عن الأكل والشرب، إحنا كل جواحنا بتصوم، إيدي بتصوم، لساني بيصوم، عيني بتصوم، رجلي بتصوم، قلبي، كل حاجة فيا. يا رب اجعلنا من هذه المرتبة العظيمة إن إحنا نكون صائمين كده بالقلب. وزي ما قلنا هو لعلكم تتقون، الثمرة الأساسية والقوية رب العالمين يا أحبة ادخر صيام هذا الصيام وهذا الثواب له وحده جل وعلا. وقال يعني النبي علمنا في حديث إن كل حسن الإنسان وكل عمل بيتقرب لي أنت ليك في لي حسنة مقابلها، والحسنة بعشر أمثالها في كل أعمالنا، القرآن أو كل فعل، والله يضاعف لمن يشاء 700، يعني سبحان الله، من الحسنات ومن الضعف. الله جل وعلا قال إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، فتخيل بقى أن الصوم ده هو جزاء عند الله جل وعلا. فيا رب يجعلنا يعني من الصائمين في رمضان ويبلغنا رمضان. دائما نقول كانوا السلف يدعوا قبل رمضان بست شهور، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ينتهي رمضان اللهم تقبل منا رمضان ست أشهر كمان. ففضل عظيم جدا، إحنا للأسف أغلبنا بيعتاد عليه بدون نوايا لهذا الأمر العظيم. احنا معنا تليفون. اي اهلا وسهلا. عليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحتي عايزه اسال، لو سمحتي لا لا علي صوتك يا اي، التليفون مش مسموع كده. حضرتك سامعاني؟ طب قولي كده سؤالك. بصي يا اي، وطي التلفزيون ده خالص خالص، كلميني في التليفون وقولي السؤال مره واحده بصوت عالي. يلا تمام. لو سمحتي بقول لحضرتك، عاوزه اسال حضرتك ان انا لو مقاطعه واحده. انت يا ايه اللي مقاطعه واحده؟ يعني احنا الاثنين مقاطعين واحده. انت عندك كام سنه؟ 20. 20 سنه. انت واحده صاحبتك متخاصمين؟ لا مش واحده صاحبتي، هي من اهل جوزي. انت عندك 20 سنه ومتجوزه؟ صغيره قوي يا ايه على الكلام ده. دخلتي في مشاكل الحياه بدري يا حبيبه قلبي. لا معلش، لا ان شاء الله تكون قد تمام. فبنت بتقول كده وانا ما بكلمهاش، عندها ايه من طفله؟ معلش كده. لا بصي ايه، انا مش سامعه حاجه. انت متخانقه مع واحده من اهل جوزك وعايزه عايزين تتصالحوا قبل رمضان؟ لا، اللي هو انا عايزه اعرف صوابها، يعني انا لو سمحتها عادي من غير ما اكلمها، هل ده في صدق الصواب؟ مش سامعه حاجه يا ايه. انت يعني بس من المفهوم من الموضوع، شكرا يا ايه. هنقول لها المفهوم يعني هو سؤال وارد، سؤال وارد، ونيتها طيبه جدا ان هي عندها حد. ما هو مهم قوي نبقى فاهمه هو صله رحم ولا اهل زوج، عشان بس نكون فاهمين الامر. صله الرحم دي رقم واحد، مش هنعدي على الصراط ونعبر إلى الجنة إلا بصلة الرحم تكون موصولة في الدنيا. هتيجي الرحم والأمانة على الصراط توقفنا،
لو احنا قاطعين رحم مش هندخل جنة، فصلة الرحم رقم واحد، ما ينفعش ابدا يكون قاطعين، ودعوة للجميع. حبيبتنا بتقول كده، انا عندي اهل زوجي هم مش صلة رحم ليها، مش محاسبة عليها زي الزوج، لكن نخلي بالنا ان من الاخلاق ان احنا نعفو، وان المسلم لا يهجر اخاه فوق الثلاث كما تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فانا بالنسبة لي اخلي بالي كده، لو انا اقدر خيركم من بدأ بالسلام، لو انا اقدر اعلو على المشهد وأعدي ده وأسامح مفيش مشكلة. ممكن السائلة تقول أو أي حد، أنا بيجي لي ضرر شديد، ممكن بيبقى فيه أذى ليا أو لزوجي أو لأولادي، بيت عيلة، كل التفاصيل اللي احنا بنسمعها دي كلها مفادها إن أنا بجعل بيني وبين الضرر حاجز ووقاية. يعني أنا هسلم، هجتمع في الأمور اللي هي العائلية اللي ممكن نحضر فيها ويبقى شكلنا كويس، وأسلم وبتسلم عليا، لكن لما يكون في أذى أنا بحط ضرر بيني وبين الأذى. فده جميل جدا، ابدأي انت بالسلام، بالكلمة، برسالة، بمكالمة تليفون، مفيش مشكلة، وخلي الضرر اللي ممكن يقع عليكي حطي بينه وبينك وقاية وحاجز، ولا ضرر ولا ضرار كما تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بشكرك جدا في نهاية الفقرة. شكرا، أهلا بيكي، نورتينا. نور ليا طبعا، أكيد. مشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.